السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بألف خير دايما يا رب، وفي الأيام الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي أتمنى بجد ان احنا يعني الناس كلها تكون مع بعضها. الظروف صعبة والأوقات عصيبة على كل الناس، فأتمنى ان احنا نكون لطاف كلنا مع بعض في الفترة دي. انتوا عارفين طبعا ان انا بقدم في القناة محتوى عن السينما وعن الأفلام وعن الفن عموما. في الفترة الجاية قررت ان انا كمان هعمل لكم إضافة جديدة للي أنا بقدمه من موضوع الريفيوهات والحوارات والحاجات دي كلها، إن أنا هعمل في نهاية كل شهر موجز. ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. الموجز ده المفروض هيكون فيه كل الحاجات اللي أنا شفتها في الشهر ده واللي غالبا ما عملت لهاش ريفيوهات، يعني مسرحيات، مسلسلات، أفلام ما عملتش ليها ريفيوهات طول الشهر، فهأجلها لآخر الشهر وهتكلم عنها في الموجز. طيب ليه مش هعمل عنها ريفيوهات؟ لأكتر من سبب. أول حاجة، ممكن يكون الفيلم أو المسلسل ده حاجة قديمة، يعني مش حاجة لسه نازلة دلوقتي محتاجين إن احنا نتكلم عنها ونعمل مراجعة عليها ونتناقش بخصوصها. لا، ممكن مثلا يكون فيلم نزل من 6 شهور أو من سنة أو من أكتر من كده كمان. انتوا هتلاقوا معايا حاجات أنا شفتها مثلا من 60s ومن 70s، في حاجات أنا كنت مأجل مشاهدتها، زي مثلا فيلم مثلا اللي هنشوفه النهاردة معانا، فيلم نازل في اول 2023 وما شفتوش غير في يناير 2024. وطبعا انتوا عارفين يعني ده بسبب الشغل، بسبب الانشغالات، بسبب مثلا اني ممكن ما توقعتش ان الفيلم ده هيبقى فيه حاجة كويسة من الكاست بتاعه، من القصة اللي انا سمعتها عنه. ممكن مثلا في الاول ما تشددش ان انا اتابعه اول ما نزل، فقررت ان انا اجله شوية، وبعدين جه اليوم قلت لا انا لازم اتفرج على الفيلم ده. ده سبب ممكن يكون التأجيل. السبب التاني ممكن يكون كمان ان مفيش عندي كلام كتير اقوله في المراجعة بتاعته، ودي حاجة بتحصل لي مع حاجتين او يعني مع موقفين. ممكن الفيلم يكون اثر فيا جدا جدا لدرجة ان انا لو اتكلمت عنه هقول مدح وبس، مش هاخد بالي من اي عناصر فنية، مش هاخد بالي مثلا من الديكور، من الملابس، من الحاجات دي كلها. لا، انا هتكلم مثلا عن اداء خارق مثلا من ممثل او من ممثلة في الفيلم. فالحاجات دي ما بحبش اعمل عليها ريفيوهات قوي، لاني مش بس هكون متحيز ليها اكتر من اللازم، لكن لاني فعلا ببقى متاخد قوي من الحالة اللي انا عشتها مع العمل الفني ده، وما بقدرش اقيمه بشكل موضوعي، ما بشوفش العناصر كلها بشكل موضوعي، يعني ايه فعلا اللي يستحق ان احنا نتكلم عنه فيه. ما باخدش بالي من كل ده، ببقى مشدود قوي للحالة اللي انا عشتها في وقت مشاهدة العمل ده. فالحاجات دي هتكون معايا في الموجز. في نهاية كل شهر اقول لكم مثلا الفيلم ده اتفرجت عليه وما عملتش ليه ريفيو عشان كذا وكذا وكذا. تمام، ده دول سببين. ثالث سبب، ان في احيان كتير قوي بكتشف ان في حاجات قديمة يعني انا شفتها من فترة او شفتها من زمن مثلا، وفي ناس كتير ما شافتهاش، والحاجة دي تستحق فعلا المتابعة حتى بمقاييس النهاردة. يعني في افلام في التسعينات وفي اول الالفينات كمان، الافلام دي لحد النهاردة انا ما بشوفش ان اتعمل عنها مناقشة موضوعية او مناقشة فنية بشكل كويس، وممكن ابقى شايف كمان ان هي مظلومة شوية في التقدير بتاعها مع الناس. يعني فالحاجات دي لو انا شفتها في خلال الشهر هتلاقوني بتكلم عنها في الموجز. الموجز بتاع شهر يناير اللي فات ده معايا يعني مجموعة افلام هبدأ لكم من الاخر للاول، يعني هبدأ لكم من اللي انا لسه شايفه قريب قوي وبعدين نرجع لاول الشهر. معايا فيلم الحريفة، معايا مسلسل The Crowded Room، معايا فيلم فيراري، معايا فيلم مايسترو، معايا فيلم حالة خاصة، معايا مسلسل حالة خاصة ده عملت عنه ريفيو بس هقول حاجة ملحوظة سريعة عنه. يعني معايا فيلم Anatomy of a Fall، معايا فيلم فيلم ايراني Subtraction، معايا فيلم اوروجواياني اسباني اسمه اكيد يعني ناس كتير شافته، الفيلم ده عجب ناس كتير جدا، Society of the Snow، معايا فيلم تلفزيوني قديم اسمه وكيل النائب العام، ومعايا فيلم اير، وفي ملحوظة هقولها عن فيلم عملت له حوار مع الدكتور اسماعيل راضي وهو فيلم البيضة والحجر. خلوني ابدأ الاول مع اخر فيلم لسه شايفه امبارح وهو فيلم الحريفة. الفيلم من بطولة نور خالد النبوي طبعا، يعني اكيد نور خالد النبوي يعني،
ومعاه احمد غزي، معاه نور ايهاب، معاه احمد حسام ميدو. بصوا يا جماعه لما تلاقوني ببص هنا ببص على الشاشه، يعني كان انا مش كاتب سكريبت ولا حاجه بس بشوف العناصر. مع خالد الذهبي، ومعاه يعني مجموعه من، ومعاه عبد الرحمن محمد طبعا، مجموعه من الممثلين الشباب. واحنا بقالنا فتره مفتقدين لفكره الافلام المراهقين وافلام الشبابيه دي. يعني انا اخر حاجه مثلا فاكرها ممكن يكون كان في فيلم اسمه 4G، بس انا ما اتفرجتش عليه، بس انا فاكر الاعلان بتاعه. ومن زمان طبعا كان في فيلم EUC، والفيلم ده بحبه جدا. وكان في قبلها كمان فيلم، الفيلم المشهور طبعا، فيلم اوقات فراغ. نوعيه افلام المراهقين يعني انا بحبها جدا، لاني بحب اشوف الجيل الجديد بيفكر ازاي. بحب اشوف الجيل اللي لسه من 15 ل 25 سنه بيشايفين العالم ازاي، ايه مشاكلهم، ايه طموحاتهم، ايه الحاجات اللي بيتعاملوا بيها، حتى لغه الحوار بتاعتهم. بحب اسمع لغه الحوار دي، يعني انا مش كبير قوي بس يعني احب اسمعها، اعرف الجيل الجديد بيفكر ازاي وبيتكلم ازاي. كمان الفيلم من تاليف اياد صالح، ومن اخراج محمد عبد الرؤوف، ومن اخراج رؤوف السيد. اوكي طيب، انا عندي مشاكل كتير قوي مع فيلم الحريفة. الفيلم ما شاء الله عامل ايرادات قوية جدا، يعني النهاردة وصل ل 55 مليون جنيه تقريبا من انتاج تي فيجن طارق الجنايني. والفيلم انا عندي مشاكل معاه كتيرة زي ما قلت. اول حاجة ان الفيلم كليشيه جدا. الفيلم من اول مشهد لاخر مشهد مفيش مشهد انا ما توقعتش بالظبط اللي هيحصل فيه، والكلام والمواجهه اللي هتحصل بين يعني ممثل وممثل تاني، مفيش حاجه خلف التوقعات. ودي اكتر حاجه بكرهها في اي عمل فني، مسلسل او فيلم او مسرحيه اكون بتفرج عليها، اني ابقى متوقع اللي بيحصل، اني ابقى عارف ان بص ده هيعمل كذا وهيروح كذا وهيقول كذا. ده ما ينفعش ان انا كمشاهد مبقاش مشدود للعمل، ابقى خلاص زهقان عايزه يخلص عايزه ينتهي. مفيش حاجه مفاجاه خالص، كل الاحداث زي ما هي. تيمه الولد اللي بيتعرض لازمه ماديه وبينتقل من مدرسه يعني إليت مثلا، يعني المدرسه حكوميه، والكلام ده كله تيمه مستهلكه جدا زي ما قلت كليشيه. هقول عن الحاجة اللي عجبتني في الفيلم. عجبني إيقاع الفيلم، يعني إيقاع كان سريع فعلا ومشدود، يعني في مشاهد كتير وفي حاجات كده، والتصوير كان كويس. وعجبني أداء أحمد غزي اللي كان بيقوم بدور ششتاوي. لكن بجانب من الفيلم كليشيه، أنا متضايق جدا من أداء نور خالد النبوي، ومش لأن الأداء بتاعه وحش، بالعكس هو أداءه حلو جدا، لكن لاني انا كنت يعني انا كنت بتفرج وشايف قدامي خالد النبوي بالظبط. كل رد فعل، كل يعني كلام، طريقه القاء الكلام، السكنات، النظرات، كل حاجه هو خالد النبوي بالظبط. يعني انا عارف اوكي ان هي جينات، بس انا ما ينفعش ان انا اكون بتفرج على ممثل والنسخه بتاعته، ما ينفعش. لازم انت يكون ليك طريقه الاداء بتاعتك، لازم يكون ليك روحك اللي انا احب اتفرج عليها. احنا كلنا كنا بنعيب على محمد عادل امام لما في بعض الاوقات بياخد لازمه او بياخد حركه او بياخد رياكشن من بتوع الزعيم عادل امام. فما ينفعش ان انا اشوف نسخه كامله من ممثل موجوده في ممثل تاني، دي حاجه يعني غريبه جدا بالنسبه لي. اداء احمد حسام ميدو بصراحه يعني غريب جدا، انا كنت متوقع ان هيبقى افضل من كده بكتير. ما فيهوش روح، اداء انا شايفه ما فيهوش روح، هو عمل يعني الدور على قد ما هو مستاهل بس ما فيهوش روح فعلا. ففيلم الحريفة انا بالنسبه لي مش تجربه لطيفه قوي، ما اتحمستش قوي ان انا حتى استنى واعمل له ريفيو، لا ما فكرتش في ده خالص. طبعا ناس كتير منكم قالت ان هو عجبها والفيلم لطيف وخفيف وكده، وانا ما عنديش مشكله مع كل ده، لكن انا عندي مشكله ان الفيلم ما يكونش فيه قصة جديدة، ما يكونش فيه أحداث مختلفة، ما يكونش فيه حاجة فعلا تستحق إن أنا يعني ساعتين العشر دقايق أقعد وأتفرج على مسلسل أو على أقعد أتفرج على فيلم. فما ينفعش ده إن أنا أقول إن الفيلم ناجح وكده وفي نفس الوقت يبقى فيه ملاحظات كبيرة زي دي. ده كده خلصنا فيلم الحريفة. بعد كده نيجي المسلسل اللي أنا ندمان جدا جدا بجد إن أنا أجلته طول الفترة دي،
المسلسل كان مترشح بالنسبة لي من صديق عزيز جدا وهو محمد فكري، وقال الفيلم ده المسلسل ده يا جماعة هيعجب ناس كتير ويعني اتفرجوا عليه، بس اصبروا اول حلقتين او ثلاثة. انا بقى كانت مشكلتي ان انا اتفرجت على نص الحلقة الاولى وحسيت ان هو لا ده مش عاجبني قوي، يعني مش عايز اكمل دلوقتي، واجلته تقريبا مش عارف شهرين ونص او ثلاث شهور، يعني فترة طويلة يعني. وبعدين سمعت بودكاست يعني بودكاستر مشهورة بتتكلم عنه وبتقول يا جماعة اتفرجوا على الفيلم، انا نسيت اقول اسمها، العيان بتاعت تلفاز، فقالت يا جماعة اتفرجوا عليه، وهو مسلسل يعني سايكو دراما وفي حاجات نفسية وفي تمثيل وكده، فاتفرجوا عليه وهيعجبكم. فقلت خلاص انا هفضي نفسي وهتفرج على المسلسل يومين ورا بعض، قسمته تقريبا يعني 6 حلقات واربع حلقات في يوم. وبصراحة زي ما قلت لكم انا ندمت ان انا اجلت مشاهدة مسلسل The Crowded Room. المسلسل من بطولة توم هولاند واماندا سايفرد ومن اخراج اكيفا جولدسمان. المسلسل بيحكي عن داني سوليفان. داني سوليفان مفروض ان هو شاب بيتورط او يعني بيعمل جريمة معينة وبيتحقق معاه، وقت التحقيق معاه بنكتشف ان هو عنده اضطراب نفسي معين، مش هحرقه لكم طبعا عشان الناس تتفرج عليه، والاضطراب النفسي ده بيخليه يعني يعمل حاجات كتيرة مش كويسة، بس بيدخل بعد كده محاكمة وبيحصل بقى الحاجات المعروفة دي وبس. مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان مش عايز احرق حاجة عنه بصراحة. المسلسل متاخد من كتاب The Minds of Billy Milligan، وانا مجرد ما خلصت المسلسل رحت اشوف هو بيلي ميلجان ده شخصية حقيقية ولا لا، وطلع فعلا في شخصية حقيقية اسمها بيلي ميلجان، وكان ليه يعني علامة مميزة كده في القضاء الامريكي، تقدروا تدوروا عليه على جوجل بيلي ميلجان وتعرفوا الموضوع ايه بالظبط. المهم ان انا عايز اقول ان المسلسل ده انا منبهر باداء توم هولاند. توم هولاند يا جماعه اللي ما يعرفوش اللي مؤدي شخصيه سبايدر مان، وانا قبل كده شفت له سبايدر مان وشفت له انشارتد فيلمين. ما كنتش متوقع ابدا ان توم هولاند هيقدر يعمل شخصيه صعبه جدا جدا زي داني سوليفان، شخصيه عندها جانب نفسي عميق جدا محتاج ممثل تقيل قوي عشان يعرف يظبط الحاجات المهمة والخطيرة قوي اللي في المسلسل، لكن أبهرني توم هولاند وبقى من عندي يعني زي إيفان بيترز كده في لما عمل شخصية دامر. لا في 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 أداء قوي جدا من توم هولاند. طبعا أماندا سايفرد ما هي كده كده نصية، يعني أنا عارف إن هي وبحبها أماندا، يعني برضو دورها كان حلو جدا وكان ليها لحظاتها كده المميزة في المسلسل. المسلسل حلو جدا أنصحكم مشاهدته، هو 10 حلقات ومنتهي ما فيهوش مواسم تانية، فمناسب جدا إن أنتوا تتفرجوا عليه يا جماعة، وبنصحكم وياريت بعد ما تتفرجوا عليه ترجعوا هنا للحلقة وتكتبوا لي رأيكم وتقولوا لي أنتوا شفتوا المسلسل إزاي وعجبكم من ناحية إيه، ولو في مشاكل بالنسبة له برضو ياريت تكتبوا لي عنها. طيب ده كده The Crowded Room. تالت حاجة فيلم فيراري. فيلم فيراري من بطولة أدم درايفر وبنولي بكروز وشيلين وودلي. الفيلم بيحكي عن سنة وهي 1957 من حياة الشخصية الشهيرة في عالم السيارات إنزو فيراري. إنزو فيراري هو مؤسس شركة فيراري اللي بتنتج عربيات الفيراري طبعا المشهورة والمعروفة، وهو في الأصل كان بطل سباقات سيارات. إنزو فيراري في السنة دي بيمر بأزمات كبيرة قوي على الصعيد المهني. قبلها بسنة 1956 توفى ابنه، فحياته كان فيها مشاكل كتير قوي. سنة 1957 اتعرض لأزمة كبيرة جدا جدا في مجال السباقات السيارات. والفيلم الميزة اللي فيه بجانب أداء أدم درايفر الأسطوري
انه بيورينا عالم مختلف تماما بالنسبة لسباقات السيارات. احنا متعودين نشوف افلام سباقات السيارات وبيكون فيها الحماس وبيكون فيها التحدي وبنشوف الصعوبات وازاي بيتغلبوا عليها وبعدين بيفوز في الاخر والكلام ده كله. الفيلم ده مختلف تماما. فيلم فيراري مختلف جدا عن اي فيلم او مسلسل متعلق بسباقات السيارات، لانه بيوري لك الجانب التاني، العالم المظلم بتاع السباقات، القسوة وال مش عايز اقول البراجماتية يعني كلمة خفيفة جدا عن اللي حصل او اللي شفته في الفيلم، النفعية، المادية، الاستغلال، كل حاجة انت يعني ما تركز عليها قبل كده في عالم سباقات السيارات موجودة في فيلم فيراري. لازم تتفرجوا على الفيلم واكتبوا لي رأيكم في أداء أدم درايفر. وعلى فكرة برضو يعني بنولي كروز عملت أداء حلو جدا، يعني عجبني جدا جدا ومختلفة في الدور ده، ففيلم يستحق المشاهدة بكل تأكيد. ده فيلم فيراري. بعد كده معانا فيلم مايسترو. فيلم مايسترو مفروض ان هو مترشح لسبع جوائز اوسكار. الفيلم من بطولة برادلي كوبر ومن اخراج برادلي كوبر، وشارك اعتقد كمان في الكتابة بتاعته، ومعاه كاري ميلجان. كاري ميلجان يعني خلونا نتكلم الاول على كاري ميلجان قبل برادلي كوبر. انا بحب كاري ميلجان جدا، وكنت لسه برضو عمل يعني اشدت بيها جدا في فيلم فيبلمانز بتاع ستيفن سبيلبرغ. بس هنا كاري ميلجان عملت اداء عالي قوي، عالي جدا 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 في شخصية زوجة صحيح ما قلتلكوش ان فيلم مايسترو المفروض ان هو بيتناول سيرة حياة المؤلف الموسيقي الشهير لينارد برنستين. كاري ميلجان عملت شخصية الزوجة اللي بتعاني مع شخصية يعني مبدعة طبعا زي لينارد برنستين، بس شخصية فيها تناقضات وفيها وعندها مشاكل كتيرة، فعملت أداء حلو جدا زي ما قلت لكم، وعملت أداء عالي جدا. ومش عايز أحرق لكم اللي عملته في الفيلم، بس لازم تتفرجوا عليه فعلا. برادلي كوبر بقى يعني مش عايز أقول إنه بينضج يعني أسرع من اللازم، لكن لا، برادلي كوبر بقى حاجة جامدة، حاجة جامدة بجد، بقى صانع سينما رهيب وهنفضل فاكرينه بعد كده كتير. يعني أنا فاكر شفت له قبل كده فيلم برضه هو كان أخرجه، فيلم نايت مير ألي، عمل فيه برضو تمثيل حلو جدا. لكن هنا ان هو يجسد شخصية واقعية او شخصية حقيقية زي لينارد بيرنستين بالمكياج بالحاجات بتاعته دي، عملها بشكل حلو جدا ونقل لي احساس الشخصية بجد، خصوصا في لحظات المعاناة الاخيرة في الفيلم. كان رهيب، كان رهيب برادلي كوبر، وفعلا فيلم يستحق المناقشة ويستحق المتابعة ويستحق الترشيح لجوائز أوسكار كتير. ولو اني برضو ما اتفقش انه يعني سبعة كتير، يعني ممكن مثلا اقول انه كان يترشح لأربعة مثلا. يعني طبعا الموسيقى، بس الموسيقى هي موسيقى قديمة اصلا، هي الموسيقى بتاعت ليرنارد برنستين، فيعني لا اعتقد انه مثلا للتمثيل طبعا، للإخراج، للمكياج. هاي الفيلم مايسترو يا جماعة لازم تتفرجوا عليه بصراحة. بعد كده عندنا فيلم جميل جدا جدا، فيلم ايراني، والسينما الايرانية يا جماعة لازم تهتموا بيها، سينما غنية جدا، سينما بسيطة جدا في ادواتها لكن عميقة جدا في تأثيرها. يعني في حاجات كتير قوي وفي قيود مفروض على السينما الايرانية، ومع ذلك انا بنبهر كل ما بشوف فيلم من عندهم. كنت لسه متفرج من فترة على فيلم ليلاس برادرز. النهاردة هكلمكم عن فيلم سبتراكشن من بطولة تراني علي دوستي اللي هي كانت بطلة ليلاس برادرز، ومعها نفيل محمد أزادة. فيلم سبتراكشن هو يعني واخد تيمة كده ما يعني اتناولت قبل كده في أفلام، بس أول مرة أشوفها بالزاوية دي، وهي حاجة اسمها الدوبل جانجر. دوبل جانجر اسمها ايه؟ دوبل، استنى اتاكد لك يا جماعة، مش فاهم. دوبل جانجر
الدوبل جانجر معناها الشبيه او القرين، معناها انك تبقى ماشي في الشارع تشوف شخص زيك بالظبط في كل حاجه، نفس شكلك نفس ملامحك بالظبط، ده الدوبل جانجر. في فيلم سبتراكشن احنا بنشوف زوجين، بنشوف جلال وفرزنة، وبنشوف زوجين تانيين محسن وبيتا. الاثنين الستات هما قرينتين، يعني شبيهتين بالظبط، والاثنين رجالة كده. يعني احنا بنشوف كوبي لحياة زوجية بين راجل وست وراجل وست تاني، بس طبعا الظروف مختلفة تماما. يعني ده بيشتغل بتاع عامل صيانة، وده بيشتغل او سباك يعني، وده بيشتغل في شركة كبيرة، مدير في شركة كبيرة، ودي حياة مختلفة تماما. لكن الفكرة الاساسية في فيلم سبتراكشن ان احنا بنفهم فكرة يعني الامنيات اللي بنتمناها لحياتنا لما بنشوفها يعني في شخص تاني او كده، بنتمنى ان هي تكون عندنا. طب لو الامنية دي موجودة في شخص شبهك قرينك بالظبط، انت ممكن تحل مكانه، هل الاختلاف بتاع الشخصيات ده يخليك تعيد تفكير في الامنيات وفي طريقة حياتك؟ وازاي زوجين زي دول يكونوا موجودين في مدينة واحدة؟ ايه اللي هيحصل ما بينهم؟ مش عايز احرق لكم الفيلم، لازم تتفرجوا على الفيلم ده، سبتراكشن، موجود على نتفليكس اعتقد، فهتشوفوا فيلم مختلف. واي فيلم ايراني يا جماعه يعني الناس ترشحه كده، اتفرجوا عليه بجد عشان هتشوفوا سينما مختلفه تماما، عشان السينما الايرانيه هتخليكوا تقتنعوا ان الموضوع مش موضوع لا ابهار ولا فلوس ولا اي حاجه خالص. انت باقل امكانيات محتاج بس فكره عبقريه، محتاج ناس فاهمين سينما صح، محتاج ناس تشتغل بضمير فعلا، وانت هتشوف منتج فني عالي جدا. اتفرجوا على فيلم سبتراكشن واكتبوا لي وقولوا لي رايكم في التعليقات، بجد انا مهتم جدا ان انتوا تتابعوا الفيلم ده والسينما الايرانيه بشكل عام. بعد كده عندنا فيلم صعب، فيلم يعني صعب جدا، والفيلم ده يا جماعه بصوا يعني خدوها نصيحه مني ليه اللي ما اتفرجش عليه لسه. الفيلم ده ما ينفعش تتفرج عليه غير وانت تحت بطانية او قاعد قدام دفاية، او يعني باي وسيلة اقعد في مكان دافئ جدا. انا بتكلم عن فيلم Society of the Snow، وهو بيتناول واقعة حقيقية حصلت سنة 1972 لما حصلت حادث طيارة، كان بينقل الطيارة دي كانت بتنقل فريق رجبي من أوروغواي رايحين تشيلي. المفروض الفيلم انتاج اوروغواياني اسباني، اوكي؟ بيحصل حادثه للطياره وبيقعوا في منطقه يعني وعره جدا من جبال الانديز، سلسله الجبال اللي موجوده في امريكا الجنوبيه واللي بتفصل بين اوروغواي وبين تشيلي. كان تقريبا على متنها حاجه و50 شخص، وبعدين بيفضل طبعا يعني ناس كتير منهم بتموت وكده بسبب البرد وسبب الجوع وسبب الاصطدام نفسه. بعد كده بيفضل مجموعة بتجاهد للبقاء على قيد الحياة، وبيوروك فعلا يعني معنى غريزة البقاء في أنقى صورة ممكن تشوفها. يعني هتشوف الإنسان فعلا يقدر يتحمل إيه ويقدر يعمل إيه وممكن يقدم على إيه عشان يفضل على قيد الحياة. فالفيلم واخد جوائز كتير قوي، اكتر من حاجه، ومترشح كمان لاوسكار لجائزتين تقريبا، افضل فيلم اجنبي واعتقد مكياج برضه. فيلم زي ده بعد ما بتتفرج عليه بتقعد تعيد تفكير في كل حاجه في حياتك، ده يستاهل، ده يستحق فعلا الواحد يهتم او يقلق او يتضايق عشانه. فيلم تقيل قوي لانه بيناقش او بيوريك حاجه حصلت فعلا لناس في وقت معين، وازاي فعلا يعني بيحاولوا بيعيش واللي بيموت والنهايه بتحصل لهم ايه. اتفرجوا على الفيلم، مش هحرقه لكم طبعا، لكن بيخليك فعلا تعيد تفكير في كل حاجه في حياتك. ولو الفيلم ده ما عملش ده يبقى انت يعني لازم تعيد تفكيرك انت في مشاهدتك للافلام كلها. الفيلم زي ما قلت لكم هنشوفه في حفل الاوسكار لانه مترشح لجائزتين، واتوقع
لا لا، في منافسه صعبه. لا ما كنت اقول لكم اتوقع انه هياخد افضل فيلم اجنبي، لكن لا، المنافسه صعبه وهيبقى في هيبقى في معركه شديده يعني. طيب بعد كده عندنا فيلم تلفزيوني قديم، هو فيلم وكيل النائب العام من بطوله خالد زكي، عبد الله غيث، حمدي احمد، ميمي جمال، وعلا رامي، وممدوح وافي. والفيلم من كتابه من تاليف محمد صفاء عامر الله يرحمه، ومن اخراج محمود الشريف. والفيلم بيتناول برضو يعني احداث بتحصل وكيل نيابه اسمه رائف اللي هو بيقوم بدور خالد زكي، بيورينا حياه وكيل النيابه بتبقى عامله ازاي، وايه اللي ممكن يتعرض له، يعني بيحصل له موقف معين لما في ناس بتحاول تستغل سلطته عشان تقوم بفعل اجرامي، ما نشوف هو بيتصرف ازاي مع ده. الفيلم لطيف قوي، انا يعني شفته على يوتيوب، فبصراحه يعني انا كل فتره كده بتفرج على الافلام القديمه التلفزيونيه او الافلام العربي القديمه، عشان بحب اشوف يعني هل احنا بنتطور ولا بنرجع لورا في الصناعه. وبزعل جدا لما بلاقي ان فيلم انتاج 1980 او 1981 تقريبا، وفي عناصر كتير معموله بشكل كويس قوي افضل من اعمال كتير بتنزل دلوقتي. يعني مش عارف، هو احنا يا جماعه بنتقدم ولا بنرجع لورا؟ يعني لو مش هتعملوا حاجات افضل من اللي فات، اتعلموا يعني، اقعدوا اتعلموا الحاجات تعمل ازاي، المونتاج، الموسيقى، التصوير، الحاجات دي كلها، وبعدين اعملوا الافلام والمسلسلات بتاعتكم. يعني مش احنا مش بنستعجلكم، عايزينكم تشتغلوا كتير اه، بس يعني اعملوا حاجات فعلا تنافس وتستحق فعلا ان احنا نتفرج عليها، وتستحق كمان ان هي تكون موجوده على منصات الناس تدفع فلوس عشان تتفرج عليها. يعني الموضوع هيبقى مربح بالنسبه لكم والله، يعني مش هتدفعوا فلوس في الفاضي. تمام، اتفرجوا على الفيلم، موجود على يوتيوب، و يعني طبعا ايقاعه هيكون بطيء شويه بس فيلم لذيذ يعني. بعد كده عندنا اخر فيلم هتكلم عنه، وهو فيلم مؤجل زي ما قلت لكم من اول السنه، فيلم اير، نزل في يناير 2023 وما اتفرجش عليه غير في يناير 2024، وزعلان جدا ان انا ما اتفرجتش عليه من وقتها، لانه فيلم حلو قوي، فيلم جميل بجد. انا يعني مع اني عيطت في اخر الفيلم كده بسبب موقف معين، بس فيلم حلو جدا، فيلم عاطفي، فيلم ايموشنال، فيلم تحفيزي جدا. يعني ده من الافلام اللي انا بعتبرها من افلام التنميه الذاتيه او التنميه البشريه، يعني انا ما بحبش المصطلح ده. الفيلم بيتناول، او كل حاجه هقول بيتناول، الفيلم بيحكي حكاية ممكن نقول مدير تسويق كان موجود في شركة نايكي في نهاية السبعينات او في اول الثمانينات بالظبط، ودي حاجة حلوة جدا في الفيلم ده. الفيلم ده احلى حاجة فيه بصراحة قبل ما اكمل لكم الحكاية، ان هو بينقلك لجو الثمانينات من اول لقطة، يعني من اول لقطة، من اول اغنية، من اول اعلانات وكليبات وحاجات زي دي. مدير التسويق ده اسمه ايه، سوكارو، استنى يا جماعة اتأكد لكم الاسم عشان انا بجد عايز اقول لكم شوية معلومات حلوة عنه. يعني اسمه سوني فاكارو اللي بيقوم بدوره مات ديمون. الفيلم بطولة مات ديمون، بين افلك، جيسون بيتمان، وفيولا ديفيس. بيحكي حكاية سوني فاكارو ده المفروض ان هو مدير تسويق او مدير رياضي موجود في شركة نايكي، يعني بيقوم معهم بعملية التسويق. الفكره هنا انهم، ودي حاجه بقى يعني انا استفدتها من الافلام زي دي، انه يعرفك تاريخ حاجات معينه. انا كنت فاكر ان دايما النايكي دي يعني من الشركات الاولى وكده، لا، في الثمانينات كان اول شركه، الشركه التوب هي شركه كونفيرس، اكيد الناس كتير عارفاها، وبعد كده اديداس في المرتبه الثانيه، وبعد كده شركه نايكي. وشركه نايكي واخده نسبه مثلا 17 او 20% من السوق، يعني الشركه كانت وقتها لسه صغيره وكانت مهدده برضو ان هي ما تقدرش تكمل، وفي شركات كتير بتقفل. الفيلم هنا بيحكي ازاي هم بيحاولوا يتعاقدوا مع بطل السله الامريكي الشهير والرياضي الاشهر تقريبا في امريكا، مايكل جوردن، عشان يسوق لهم الكوتشي او الحذاء الشهير اللي هو ماركه اير. تمام، فبيوريك الخطوات بقى ازاي بيحاولوا يقنعوه، ازاي بيتكلموا معاه، ايه العرض، ايه العرض اللي حصل، العروض اللي جات له من كونفيرس ومن اديداس والكلام ده كله، المنافسه، وبيوريك طريقه تفكير المدير التسويق لما بيحاول يقنع حد تكون عامله ازاي، انه بيحاول يغريب ايه بالظبط. وده الجديد في الفيلم زي ده،
يعني انا شفت افلام كتير قوي بتتكلم عن التسويق والحاجات دي. مثلا فاكر فيلم اللي هو كان بيتكلم عن ماكدونالدز والحاجات دي كلها اللي هو كان بطولة مايكل كيتون. الافلام دي دايما بيمجد لك قوي في الشخصيات اللي بتقوم التسويق او كده، وبي يعني بيوريهم بصوره بتلمع قوي. هنا الفيلم لا، يعني جايب شخصيات واقعيه فعلا، شخصيات واقعيه جدا، وجايبها بكل يعني عيوبها، بكل اخطائها، بكل طموحاتها اللي اتحققت واللي ما اتحققتش، الحاجات دي كلها. بيوريك في الاخر برضو ازاي انت منتج بسيط جدا لكن عمل ارباح، وما زال بيعمل لحد النهارده ارباح، وبتتغير وبيطلع له براندات وحاجات كتير قوي بسبب فكره. ففكروا يا جماعه، حلو بجد، يعني حلو بجد ان انت يبقى عندك فكره وتسعى وراها وتفضل تقاوم وتحارب وتجتهد عشان تنفذها. ففيلم اير هيشجعكم جدا على ان انتوا تنفذوا افكاركم، وحلو جدا هيعجبكم، انا متاكد. للي لسه ما شافش الفيلم ده وللي شافه يا ريت برضه تكتبوا لي في التعليقات رايكم. تمام، انا كده خلصت قائمه مشاهداتي لشهر يناير. فاضل بس ان انا كنت عملت الشهر ده، كنت عملت حوار مع دكتور اسماعيل راضي عن فيلم البيضه والحجر، والفيلم ده انا اتفرجت عليه في شهر يناير تقريبا 4 أو 5 مرات عشان كنت بقى يعني ايه بقلب فيه كده واشوف العناصر والحاجات. وبرضه اتفرجت على فيلم تاني بس مش هقول لكم عليه لان هو هيكون موضح يعني وموضوع حوار جاي، فانا مش هحرقه لكم دلوقتي، برضه خليها مفاجاه. طبعا بجانب ان انا اتفرجت على مسلسل حاله خاصه، وده عملت له ريفيو تقدروا تشوفوها على القناه. ف كده خلصت موجز شهر يناير، اتمنى الفكره تكون عجباكم. ان شاء الله كل نهايه كل شهر هيبقى عندنا حاجه زي دي، واحتمال كبير ان بعد كده هيكون لايف عشان نتكلم مع بعض ويبقى في تعليقات منكم وارد عليها بشكل مباشر. فاتمنى الموجز يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير وتتابعوني، عشان ان شاء الله هيكون في الفترات الجايه دي محتوى قوي جدا، وفي حلقات كتيره قوي يعني كتيره قوي بجهز لها وبعملها دلوقتي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. انا خلاص كده 32 دقيقه اهو. فكره الموجز يا جماعه ان انا مش هعمل مونتاج، يعني انتوا لو هتلاحظوا طول لو كملتوا معايا لاخر الحلقه انا مش هقطع اي حاجه، اللي غلطته هقوله مش مشكله هعيد بتاع، مش هعمل اي حاجه من دي. كل ده هتشوفوه في الموجز في نهايه كل شهر، هقول لكم ايه اللي اتفرجت عليه وانصحكم بمشاهدته لو لسه ما اتفرجتوش عليه. متشكر لكم جدا على المتابعه، ألف سلامة.